خليني كمان اقول لكم ان دخل الجزائري فريد بولايا لاعب ميتس الفرنسي ضمن اهتمامات مسؤولي النادي الاهلي من اجل التعاقد مع اللاعب خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله، لا سيما طبعا بعد ما ابدى وادى اللاعب ترحيبا باللعب طبعا للنادي الاهلي على ان هو يكون بوابه كده لخوض تجربه احترافيه جديده في احد الدوريات الاوروبيه القويه. واجرى مسؤولون النادي الاهلي في الوقت السابق اتصالات كده بوكيل اللاعب لمعرفه رايه في الانضمام للنادي الاهلي في ظل موافقة موسيماني على التعاقد مع اللاعب بعد ما شاف له أكتر من فيديو. الفيديوهات دي جذبت نظر بيتو موسيماني من خلال طبعا يعني لافت أنظاره في ظل كده إجادة طبعا اللاعب، لأن هو بيلعب في مركز وسط الهجوم والجناح، وكمان هو نجح في تسجيل الموسم ده مع فريقه ميتس الفرنسي 4 أهداف وصنع هدفين. بكده تكون خلصت فقراتنا الأولى، خلونا بقى نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في أخبار أون تايم.